تمام تمام كل حاجه تمام، كل حاجه كويسه تمام. بابا ايه يا حبيبي؟ انا بابا البيت اللي هناك ده. لا خلي بالك يا ياسمين، شايل البيت اللي هناك ده مهجور. ماشي يا بابا، ما تلعبيش عنده. ماشي ماشي يا حبيبي. اقولهم بيخوفوني منه ليه؟ لازم اروح العب هناك. تيجي عند البيت المهجور ده لما اشوف فيه ايه. ايه ده؟ الله، اللعبه الحلوه دي لازم ناخدها واروح اوديها لماما. لقيتها فين العروسه الحلوه دي؟ عند البيت اللي هناك يا ماما. يا لو يا ياسمين، شنو قلت لك ما تروحيش عند البيت اللي هناك ده؟ لا يا ياسمين، روحي هناك بسرعه اوعي تلعبي بيها لتكون وحشه. ماشي يا ماما. انا جبتك عند البيت اللي انت كنت فيه بقى عشان ماما قالت لي ان انا مكانك. لا ما ترمينيش، انا بحبك. ايه ده انت بتتكلمي؟ اه ما حدش يقدر يسمعني غيرك انت. ماشي يلا عشان نروح نلعب مع بعض. لا ماما قالت لي ما تروحيش البيت اللي هناك. لا تعالي بس خشي معايا البيت ده وهتلاقي العاب وحاجات حلوه كتير. ماشي يلا يا ياسمين عشان نخش نلعب في البيت. لا انا خايفه. لا ما تخافيش، هنلاقي العاب وحاجات حلوه كتير. لا ماما قالت لي ما تخشيش جوه. اسمعي كلامي. ماشي.